وينضموا إلينا مشاهدينا الكرام من الموصل موفد الحرة إلى هناك فلاح الذهبي. فلاح مرحبا بك في نشرتنا لهذا اليوم، وهل لديك آخر تطورات لمعارك اليوم يا فلاح؟ وهل كان هناك أيضا تماس بين القوات العراقية في المدينة القديمة؟ مساء الخير زين، نحن الآن نقف في منطقة الدواسة والتي هي بمحاذاة المدينة القديمة. هذا اليوم الشرطة الاتحادية تمكنت من إخلاء ما يقرب من 60 عائلة كانت تحت سيطرة داعش، أيضا أخلت 30 كانوا تحت سيطرة داعش. الآن قوات الشرطة الاتحادية تقف بمسافة قريبة جدا من جامع النوري، لديها 15 طائرة مسيرة تسير خلال 24 ساعة لاستكشاف المناطق التي يتواجد فيها داعش. تمكنوا من قتل 8 من مجاميع داعش، ولتفصيلات أكثر معي السيد اللواء شاكر كوين مدير عمليات الشرطة الاتحادية لمعرفة المزيد من التفاصيل. مرحبا سيادة اللواء. مرحبتين، أهلا وسهلا، حياكم الله. سيادة اللواء، أين تقف الآن الشرطة الاتحادية؟ الشرطة الاتحادية في اليوم السادس على التوالي من بدء الصفحة الثالثة والأخيرة إن شاء الله لتحرير مدينة الموصل القديمة شرعت اليوم بثلاثة محاور محررة لمناطق عديدة، منها منطقة باب بيض وكذلك جامع الزيواني وجامع حامدين، بالإضافة إلى الأهداف الحيوية السابقة اللي هي مبنى الجنسية ومبنى الدفاع المدني، مندفعة باتجاه تحقيق أهدافها المرسومة، حيث لم يبقى سوى ما يقارب 700 متر مربع، أي أقل الكيلو المتر المربع، على تنفيذ كافة الأهداف المخصصة للشرطة الاتحادية ضمن قاطع المنطقة القديمة. سيادة اللواء، كم بقى يعني بالضبط، إذا كان لديكم بالتأكيد لديكم معلومات، كم بقي من الثلاثة كيلومترات مربعة التي يتواجد فيها داعش في المدينة القديمة؟ أمام مسؤوليات الشرطة الاتحادية ضمن قاطع مسؤوليتها لم تتجاوز المساحة المتبقية ثلاثة أرباع الكيلومتر المربع، ثلاثة أرباع الكيلومتر المربع الخاضعة الآن ضمن أهداف الشرطة الاتحادية متبقية ضمن الصفحة الأخيرة. موقعين الخسائر الكبيرة بالعدو، حيث بلغت إلى مساء هذا اليوم خلال الستة أيام الماضية ولحد هذه اللحظة 581 قتيل، بالإضافة إلى تفجير ومعالجة العجلات المفخخة التي تتجاوز 24 عجلة، وكذلك الدراجات النارية بما يقارب 22 دراجة نارية، وإلقاء القبض على بعض المجرمين، بالإضافة إلى تحرير العوائل النازحة وإنقاذ بعض العوائل المحجوزة في أماكن ودور مفخخة، وكانت هذه الطريقة استخدمها داعش لغرض إعاقة نزوح المواطنين باتجاه المناطق الآمنة. هل هنالك إرشادات للمواطنين للخروج إلى مناطق آمنة؟ يعني لاحظنا خلال تجوالنا في العمليات هنالك طائرات مسيرة، هل هذه الطائرات من ضمن واجبها إيجاد ممرات آمنة للمواطنين المحاصرين؟ الطائرات المسيرة هي وضعت لمراقبة تقدم قطعاتنا الأمنية وكذلك مراقبة ورصد نيران العدو، وبنفس الوقت وجدت هناك إرشادات من عقب العمليات المشتركة لتوجيه النازحين باتجاه شمال المنطقة القديمة، لكون الطرق التي والأماكن التي خصصت من قبل العمليات المشتركة قد تكون نوعا ما آمنة بذلك الاتجاه. سمعت هذا اليوم هنالك محاولات للهروب باتجاه عبر النهر باتجاه الساحل الأيسر، ولديكم كاميرات حساسة، هذه الكاميرات تمكنت من استمكان هؤلاء، ما الذي حصل معهم؟ بالنسبة للنازحين هم في مأمن، هؤلاء اللي عبروا الليلة الماضية هم من الدواعش مستغلين الطريق الهروب، إلا أنه رصدوا من قبل كمائن قيادة قوات الشرطة الاتحادية وعولجوا بنفس الوقت. تتوقعون نهاية قريبة للعمليات في هذا القاطع؟ إن شاء الله، العدو في لحظات الأخيرة ومندحر جدا، وهو يترنح على ضربات القوات الأمنية بالكامل، وتوقع إن شاء الله النهاية قريبة والنصر قريب بإذن الله تعالى. شكرا سيادة اللواء. زين، بقي أن أذكر في قاطع جهاز مكافحة الإرهاب، جهاز مكافحة الإرهاب الآن يقف على مقربة من جامع النوري، والآن يقوم بمعالجة المنازل التي قد يتواجد فيها مجاميع من داعش والأماكن الملغمة من المنازل، والتي قد يكون فيها أيضا
بعض المواطنين بحسب ما شاهدنا هذا اليوم أن العمليات مكثفة. أيضا هنالك عمليات هروب باتجاه السراديب الموجودة في المنازل المدينة القديمة. عمليات القصف كانت بشكل مكثف هذا اليوم من طيران الجيش ومن طيران التحالف الدولي. طيب فلا، هل التقيت بعدد من هذه العائلات الفارة من سطوة تنظيم داعش؟ هل رووا لك حكاياتهم أو ما عانوه ضد وطأة هذا التنظيم؟ يعني أولا حالة الجوع القاسية التي كانوا يعانون منها، داعش كان يسيطر على المواد الغذائية فقط لمجاميعه ويحرم المواطنين، لجأوا إلى أكل ورق الأشجار. هذا اليوم كان من ضمن عمليات القصف تم قصف بعض مخازن الغذاء التابعة لداعش ومخازن للأسلحة ومخازن للتفخيخ. الوضع الإنساني لهم كان صعبا، حتى أن عدد الفارين باتجاه القوات الأمنية أكثرهم كانوا مصابين، لأن داعش كان يستهدف كل العوائل التي تحاول الهرب باتجاه القوات الأمنية. نعم، كنت معنا من المدينة القديمة في الموصل، موفد الحرة إلى هناك، فلاح الذهبي، شكرا جزيلا لك.